أقيم في كنيسة رقاد السيدة العذراء بمدينة المفرق احتفال بهيج بمناسبة انطلاقة مجموعة كشافة ومرشدات رقاد السيدة العذراء التابعة لجوقة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس. واشتمل الاحتفال الذي حضره قدس الأرشمندريت روفائيل الوكيل البطريركي في شمال الأردن وراعي الكنيسة الأب ديمتريوس السماوي وحشد من أبناء الرعية والمدعوين وأعضاء المجموعة الكشفية على صلاة مدائح العذراء. تلاها تقديم دروع تكريمية ثم الإعلان عن انطلاق مجموعة الكشافة والمرشدات التي قدمت خلال الحفل معزوفات موسيقية نالت إعجاب الحاضرين. كل عام وانتم بخير. احنا صرنا تقريبا فترة شهرين أو ثلاثة عم نستعد لهاي لليوم المبارك اللي فيه اعلنا تدشين كشافة ومرشدات رقاد السيدة العذراء التابعة لجوقة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس المفرق. الصحيح كان احتفال كثير كبير وكثير مرتب بوجود جماعة المؤمنين للانطلاقة بمشروع جديد وجديد بمحافظة المفرق اللي هي الكشافة. هذا الطموح من زمان موجود عندنا، لكن خلص حانت الساعة انه ينطلق، والحمد لله اليوم دشنا الكشافة وأعلننا الانطلاق، وببركة ربنا إن شاء الله إنه نقدر نشتغل حتى تنجح هاي الكشافة ويكون إلها اسم وجود كاسم جوقة رقاد السيدة العذراء. الحمد لله ببركة ربنا إجتنا إدارة جوقة رقاد السيدة العذراء المفرق، طبعا مع رعاية أبونا الروحي أبونا ديمتريوس السماوي، ما قصروش معنا ودعموا الفكرة ودعمونا يعني معنويا وماديا، وإن شاء الله أنها مشيت يعني. واليوم زي ما شفتوا أطلقنا الوعد الكشفي بداخل كنيستنا، وإن شاء الله نكون قد الوعد وقد نخدم وطننا وربنا وبلدنا يعني.